انا اسف والله والله انا اسف انا اسف. نيلي كريم مساء الخير يا نيلي، كان يشرفنا وجودك معانا، لكن يعني بقى معلش انا اسفه جدا والله. كان المفروض فعلا اجي لكم النهارده بس لظروف عائليه انا بصراحه ما شفتش ولادي بقالي 5 شهور فاضطريت اروح لهم يعني. لا تحياتي للاسره كلها وتحياتي ليكي والف الف مبروك هذا الابداع الرائع. لا انت تستحقي يعني، انت بجد بجد يعني تعبتي قوي يا نيلي وعملتي انجاز. انت بتصنعي اسمك دلوقتي بس بمجهود وبعرق واضح جدا وبكفاح. الف مبروك، الف الف مبروك والله. الله يبارك فيك. وهنموت لك صابر قبل مش هطلعه من الاستوديو النهارده. خلي بالك انا جبت ريهام حجاج نوره، قالت لي ان جدتها قالت لها ما تدخليش عندي تاني عشان انت عملتي في غاليه كده يعني. لا يعني عايزه اقول لك طبعا انا بحيي كل كرو العمل، كل الناس اللي موجودين عندك النهارده، استاذ جمال العدل طبعا ودره ونسرين امين واحمد داوود وشيرين فرغل، مجموعه جميله اشتغلنا مع بعض حوالي 5 شهور بجد. ما كنا حاسين ان احنا قصه واحده وما زال احنا قصه واحده لان ارتبطنا ببعض جدا جدا جدا. ويعني بصي العمل ده حقيقي ما كانش هيطلع بالشكل ده لو الا لو كان في حب حقيقي موجود وموجود مضغوط وكل الناس عايزه تعمل احسن حاجه عندها حقيقي يعني. نيلي عايزه اسالك سؤال، هل اللي قدمته نيلي كريم كنموذج، وهسال الاستاذ جمال نفس السؤال بس هساله لك، هل اللي قدمته نيلي كريم اللي فرضت نفسها وبوضوح على الساحه ومعاها عدد من النجوم طبعا وبقوه يضرب فكره الافكار التقليديه حول النجم؟ احنا بنصنع حاجه جديده؟ بصي بالتاكيد يعني هي هو سؤال خبيث بس انت سليمه يعني مش موضوع بنضرب النجم بس هي الفكره علشان العمل يبقى ناجح انا دايما بقول ان لازم تبقى كل العناصر بتاعته مكتمله بدايه من الانتاج اخراج تصوير سيناريو ممثلين لو ديكور لو كل الحاجات دي مش موجوده لو في خلل بس في عنصر واحد مش هيبقى فيه مصداقيه ومش هيبقى فيه الصدق اللي موجود بالشكل اللي انتوا شفتوه في سجن النساء حقيقي يعني. نيلي كل حاجه مهمه مفيش حاجه مش مهمه. نيلي انا عايز اسالك سؤال يمكن كان نفسي قوي تكوني موجوده معانا، هو انت كنت متوقعه ان نيلي كريم لو نرجع الشريط كده شويه كنت متوقعه انك هتحتلي المساحه دي في الدراما المصريه في يوم من الايام؟ بصي يعني انا السنه اللي فاتت لما قدمت ذات وجي استاذ جمال عدل طلبني علشان اعمل سجن النساء، اول حاجه قلتها له قلت له يا استاذ جمال انا خايفه جدا المسلسل ما يبقاش ناجح زي ذات، هو يمكن يشهد على كلامي حصل. فهو قال لي لا ما تقلقيش، فانا طول الوقت بشتغل يعني ما قلتش يا نيلي ما تقلقيش يا نيلي يا نيلي ما قلتش ما تقلقيش، قلت لك هنعمل احسن من ذات. انا فاكر كلامي كويس جدا. استاذ جمال كان دايما بيقول لي انت هتعملي احسن من ذات، فانا بصراحه يعني انا بعترف لك يا استاذ جمال اهو ان انا ما كنتش مصدقاه قوي يعني. كنت بقول اكيد ده كلام منتجين وبتاع، وطبعا كل واحد عايز العمل بتاعه يبقى احسن واحد، بس الفكره طبعا ان انا كنت بشتغل وانا مطمنه 100% لان انا عارفه طبعا مع كامله انا ممكن اعمل اي دور. لان اساسا لما كذا يعني ناس كتير سالوني انت هتعملي ايه المسلسل اللي هتعمليه، فبقول لهم انا هعمل دور سجانه. عايزه اقول لك ناس كتير جدا انت عملتي الاثنين، انت عملتي السجانه والمسجونه الاثنين يعني. بس هو اساسي كانت السجانه، فكل الناس بما فيهم جوزي حتى قال لي نيلي انا خايف عليك، انا حاسس ان يعني مش هو الدور ده، يعني انت هتطلعي سجانه عامله ازاي؟ في سجانه رفيعه ورشيقه باليرينا السجانه صحيح. قلت له انت ما بتشوفنيش في التصوير، قلت له انت فاكرني يعني انا في التصوير كده زي ما انت شايفني دلوقتي؟ هو طبعا ما بيشوف يعني مش عارف انا يعني ولا طب كويس انه ما بيشوفش الوش الثاني. ده محظوظ جوزك انه ما بيشوفش الوش الثاني يا نيلي. طبعا هو ما شافش الوش الثاني، فقلت له اصبر بس اتفرج اتفرج. وحتى كان قابل مريم نعوم مره فقال لها برده نفس الكلام ده، بس مريم ما قالتليش الا لما المسلسل يعني تقريبا خلص، قالت لي انا قابلت هاني على فكره وكان خايف عليكي جدا بس انا طمنته يعني. فناس كتير جدا ما كانتش متخيله هو انا عامل سكينه ازاي يعني، هو يعني ازاي يعني. ما هو ده يا نيلي برده سوري يا نيلي ده برده من ضمن ال ال ال
ال ال الشكل اللي محطوط في دماغ الناس ان السجانه دلوقتي بقت ست تخينه الصوره النمطيه الصوره النمطيه وهي مش كده. احنا مروحنا شفنا لينا ناس احلى من نيلي كريم كمان. احنا عندنا على فكره مشكله في الدراما باصوات نمطيه. قولي يا نيلي كان في سجانات احسن منك واحلى منك ولا قولي يا نيلي ما تكسبيش. مليون مره يعني. وهم فعلا ستات عاديين جدا على فكره يعني. انت لو ما يعني هي لو مش لابسه اللبس النيلي اللي هي بتلبسه في السجن انت ما تعرفيش ان هي سجانه لان في الاخر هي ست بيت وام وعندها كل المشاكل اللي هي مشاكل المراه المطلقه. انا كنت بقول ده لما هاجم البعض لمساله السجانه مش قلت في النهايه اخلعوا هذه الصفه هي في النهايه انسانه بهذه التركيبه طبعًا بس هي دي المدخل اللي الدراما داخله منه جايبه هذا النموذج للدخول. صحيح. اشتغل في الدراما بقى اشتغلي جدا. يا نيلي ده حقيقي وبجد يعني انا وانا بتفرج على المسلسل انا بستمتع بكل دور موجود في المسلسل. يعني مثلا الاقي درة عملت مشهد حلو قوي ام مكلمه يا درة برافو. نسرين احمد ريهام احمد كنت بكلميه ده انت احمد ده المفروض تخصمي سنتين ثلاثه عشان تنسي اللي عمله فيكي. يعني كنت بكلمي احمد كمان طيبه والله. ليه يعني انت مسامحاني صح؟ لا احمد لا لا يعني اديها فلوس المشغل بس يعني من الشخصيات الجميله الممثلين اللي تستمتعي تشتغلي معاهم لان كل مره احنا بنحب نرتجل يعني كامله بتدينا المساحه ان احنا نرتجل فكل مره بيفاجئني بحاجات هو ده اللي كمان بيعلي الاداء عندي. يعني هي اصلها التمثيل بينج بونج كل ما استاذ جمال قال كده اللي قدامك بيدي اكتر فبالنسبه لكل الشخصيات كده فدي متعه دي متعه ما يحسهاش الا فاهمه ممثل عايز يطلع اقصى طاقه عنده احلى حاجه عنده في صحيح. المشهد ده حتى لو مشهد عنيف على فكره يعني يعني عايز اسالك على يعني انت ابكيتي الناس كلها يعني لحظة وفاة 10 مرات بس لحظة وفاة ابنها والتحول الكبير يا أستاذ جمال اللي هيحصل في الشخصية بعد كده لمزيد من الشراسة والعنف من غير إضاءة ومن غير إخراج كامل أبو ذكر المشهد العظيم ده لغاية لما هي اتقلبت إيه المشهد ده يعني هم واخدين هم لوحدهم جزء قد كده من حلاوة المشهد صحيح ده الأمانة صحيح. يعني المشهد ده اللي مشهد بتعرف تمثل أصلا لولا دول ما كانش عارف يعني انا المشاهد الصعبه كان كتير بس ده يعني من المشاهد الصعبه جدا 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 فاللي حصل انا كنت عارفه ان المشهد ده هيتعمل هو المشهد ما فيهوش كلام هي جمله واحده انا ده اللي صعبته هي كل المشاهد نيلي صعبه يعني صراحة. هي صامته كلها بس كنت بليغه يا بنتي وانا صامته والله كنت بليغه والله استاذ جمال بيشيك بيك يا ست والله كانت بليغه يا طفله كلنا طبعا على فكره موهبه الممثل حقيقة مش في الحوار في الصمت كمان بتبقى باينه طبعا الرياكشنات وردود الافعال صحيح انت هديكي فلوس كتير يا نيلي السنه الجايه ما تقلقيش تستاهل او قال هو انا هجيب له المقطع ده لو عمل الاستاذ جمال لا لا تستاهل كلهم يستاهلوا والله العظيم جدا نيلي واحنا بندخل لعمق الشخصيه المصريه اللي انت شخصيه ما تفهميش هو انت كنت كده ولا الزمن اللي خلاكي كده ولا المقاسي اللي خليتك كده التركيبه الصعبه دي ما انت كنت لازم يعني جاي لك ورق اشتغلتي على الورق ده ازاي؟ يعني كامله قالت احنا قابلنا ناس دخلوا السجن وخرجوا من السجن وصابر احمد قال لي رحت قعدت مع سواق ميكروباص طبعا انا قابلت سجانات شفتهم بس يعني انا مش عايزه بس الناس تسمي غلط انا السجانه لما بقعد معاها بفهم طبيعه شغلها ايه بس يعني ايه يعني بتشوف الشغل ازاي ايه اللي بيحصل يعني تفاصيل ليها علاقه بالمهنه لكن طبعا ملهاش علاقه بحياتنا الشخصيه خالص يعني حاجه حقيقيه وده ما يخصنيش لان انا عندي الدراما بتاعتي صحيح كتبها مريم نعوم ودي انا بمشي عليها انا بمشي مع شخصيه غاليه اللي هي كتبها مريم بس انا كان بالنسبه لي اهم حاجه افهم هي غاليه دي مين اللي انا بحبه دايما في اي شخصيه بقدمها افهم الشخصيه نفسها قبل ما افهم الكلام اللي هي بتقوله افهم الجانب الانساني للشخصيه بيئتها لبسها مكياجها يعني عايزه اشكر ريم العدل هي ما جاتش النهارده بس عايزه اشكرها على اللوك اللي هي عملته لي ده شكلكم متفقين مع بعض انت فا يعني ده بيبقى اهم بالنسبه لي من الكلام من هي هتقول ايه المواقف نفسها يعني ده اللي انا بشتغل عليه وده اللي انا
بركز فيه قوي. نيلي عملتي ذات وعملتي غالية. انت في امتحان صعب قوي يعني، المرة الجاية أو السنة الجاية مش هتقولي الأستاذ جمال ده أنا خايفة، هتقولي له أنا مرعوبة ومنهارة ودرة ونسرين وأحمد، يعني دورة برضو في تحدي صعب. كوميدي طبعا، كل حاجة كوميدي. تنقلي نقلة تانية. سوري ما سمعتش السؤال. هتنقلي نقلة تانية يعني، أنت دخلتي الناس في الدراما. أنا نفسي أدخل في الكوميديا بقى يعني. بس ربنا يستر ما تبقاش كوميديا سوداء، ما انت عارفه. عامل حاجه كده بنفسي يعني. ليه ما انت عملتي يعني عملتي كوميديا غبي منه فيه؟ عملت كوميديا غبي منه فيه، عملت سحر العيون، عملت احلام الباب الضايف يعني. سحر العيون بالمراحل دي يعني. لا والله، ويقول لي اقول له لا يعني برضه كنت عامله كوميديا. عملت حاجات كوميديه. هو الفنان بصي كل فتره ما انت بتحسي انت عايزه تعملي ايه، وساعات السيناريو هو اللي بيناديكي، وساعات المخرج هو اللي بيرشحك لحاجه انت ما تكونش موجوده على بالك. بس يعني زي ما حصل معايا مع كامله اول حاجه يعني، لما اشتغلت معاها في فيلم 1-0 كان دور بعيد عن بالي خالص، ويمكن من الشخصيات انا عمري ما عملتها. بس شافتني في حاجه كده ما حدش تاني شافني فيها، فيمكن من هنا جت بقى يعني. ابتديت اشتغل مع كامله من تقريبا 2009 اعتقد. من ساعتها دايما بتحطني في اماكن غريبه انا نفسي مش متوقعاها يعني. تقدمك في حاجه جديده، تقدمك في مساحه جديده ما انتيش معتاده عليها. كنت بتكلمي دره وتقولي لها برافو يا دره، المشهد ده عملتيه ازاي؟ ايه اكتر المشاهد اللي دره تحديدا عملتها وكنت انت شايفه ايه الابداع ده؟ عندها مشاهد، والله عندها مشاهد كتير جدا، بس يمكن اخر حاجه اللي انا فاكراها الحلقه اللي فاتت اللي هي لما موت والدتها. من اجمل المشاهد يعني، كانت معموله فيها صدق، فيها معاناة إنسان يعني. وما اتخانقت مع اخواتها. معاناة انسان. لا ومعاناة مصرية يعني. انا بقولها انت ماسكة اللغة المصرية كده ليه؟ ده ايه الشطارة دي؟ شطارة يعني. شطارة طبعا، وده صعب جدا. وكمان هي بتعمل اللي هو اللوكال يعني، اللي هو بمعناها السي كلاس او الطبقة، بيبقى ليها تاتشات، ليها كلام معين يعني التفاصيل. ف يعني انا كنت شايفه ان هي شاطره بتلقط على طول التفاصيل والحاجات، وده اهم حاجه. ونسرين طبعا امين، بصي يعني جميله، ان هي شخصيه انا بعشقها، ممثله جباره وعندها طاقه رهيبه يعني، بتالي بكت مصر كلها الحلقه اللي فاتت. صحيح. انا منهم، اتفرجت على الحلقه دي يمكن 4 مرات، وكل مره بتفرج ببقى مصره عايزه اتفرج على الحته بتاع الزينات، عشان مش عارفه، وغالبا احنا بنحب العياط ولا ايه مش عارفه. يعني لا بتدخل في السجن عشان تتعالج، دي مأساة. بيحب النكد. لا يعني بصي حقيقي كل انت الحلقات المتبقيه ست نيلي عدل ينتقم ولا ايه بقى يعني؟ انا جربت كده كتبت على فيس، قلت لهم طب اللي سامح كريم يا جماعه وخلاص. ايوه لقيت 150 كومنت عندي على الصفحه، كل الناس مصره ان انا اخلص على صبر ونواره. الناس بتقول ان انا اخلص على نواره قبل صبر. صحيح. يعني في بصي في اجماع على ان هم لازم يفضوا دمهم. ما تقول يا سيدي ورب اللي خلقني ما كان قصدي، قول يا سيدي. سامحتني يعني خلاص. سامحتك خلاص. شوفي الحلقه ال 30 ايه اللي هيحصل، انا نفسي مستنياها، لان انا نفسي مش عارفه ايه اللي هيحصل في الحلقه ال 30. انتوا عملتوا مشهد النهايه يعني من اول مره كده ولا عدتوا تاني ولا؟ وخلص مفروض. والله بصي ما يعني من اصعب مشاهد كانت مشاهد النهايه. يعني بصي هو ما فيش مشهد سهل بصراحه في المسلسل كله يعني، لو هتمسكي كل حلقه كل شخصيه عندها مكتبتين. صحيح. يعني ده كده صباح الخير. ما هي على فكره بقت دي الشخصيه المصريه، ما تقلقيش يعني، احنا جايبين الواقع بكل تعقيداته يعني. لا لا هي عايزه بس تقول يعني برضه نوضح للناس، انا بحب الناس دي تبقى فاهمه. كل شخصيه ممكن يعمل مثلا 30 حلقه عنده مصر سين واحد او اثنين بطل. فلما يبقى شخصيات سواء دوره كبيره او سواء مصر سين يعني مشهد رئيسي اساسي في تمثيل، وممكن يبقى بحول الدراما عمل تويست للشخصيه، فبقى اما يبقى كل الممثلين ده بقى عشان مريم نعوم. عشان تبقى عظيمه يعني. صحيح. انها تعمل لكل الشخصيات مساتر مش واحد بس. صحيح. كل دور كبار صغير او كبير. نيلي ما تقول لنا الجمله اللي هي تحمل معنى كبير جدا، لابد ان يوجه رساله للجميع.
ان السجن احيانا مش السجن انك تبقى خلف القبه. السجن السجن مش سور عالي وباب مقفول عليه. السجن ممكن يكون في هدمه مش طايقها، شغلانه مش رايدها، مش عايز تشوفها. السجن اهرف وكثره نفس. هو ده مورال المسلسل يعني عامه. طيب. هو كان نزل في الصومه، وبصراحه الجمله وانا بقولها هي جت تلقائي كده حقيقي، قطع قلبي لما تسمعي المعنى. قطعت قلب كل الناس. صحيح. معاني الكلمه يعني مؤسفه قوي. جيتي على الوجع، جيتي على الوجع، ده وجع ناس كتيره وهي بتسمعك، لان هم دي حالتهم. هي في ناس حقيقي على الوجع. وهو يعني ناس كتير، يمكن انا قابلت ناس بيقولوا لي المسلسل غامق قوي يا جماعه ومسلسل مأساوي قوي. اللي اقدر اقوله ان الحقيقه امر من كده بكتير. يعني صحيح. احنا بنشوف في المسلسل خلي بالك 50% من الواقع اللي امر من كده 100 مره. الناس في ناس حالتها صعبه قوي، في ناس فعلا زي زينات، وفي ناس زي دلال، وفي ناس محدش يقدر مهما حاول ان هو يجمل واقع سيء. يعني الواقع سيء هتنقله عبر شاشه يعني ربما الناس بتدعو ان احنا نفتح ابواب كده ان هي تبقى ايجابيه، بس لازم تشوف الواقع الاول عشان تعرف هتعالجه ايجابيا ازاي. مبروك. في حد دعالك في ليله القدر السنه اللي فاتت؟ فالدعوه استجابت يعني، ونجحتي نجاح باهر ودره وشيرين ونسرين واحمد والجميل. والله انتوا عندكم محظوظين بجمال العدل ده، ما يتكررش والله. ربنا يكرمه يا رب. هو حقيقي راجل جميل وفنان، واهم حاجه بالنسبه له يعني، وده اللي يعني عشان كده حبيتك يا استاذ جمال. ان هو بالنسبه له هو بيبص للعمل، مش موضوع ان هو عايز يكسب فلوس. ما كانش صرف كل ده على الديكور، الراجل قاعد بيتألم قدامنا من 6 سنين. عشان هيبيع اكتر. لا هو بيبص للعمل نفسه وكيفية ان العمل ده هيتعمل ازاي. صحيح. وبيحب الاعمال اللي هي تعيش وتعجب الناس. هو بيحب الضجة. لا هو كمان وانا هنحاز ليه على الهوى. من الناحية الحلوة يعني. هو عنده جانب في شخصيته يتعلق بالجدعنة والشهامة المصرية. حقيقي. شهم جدع يعني. حقيقي. هو راجل جدع. انت راجل جدع. شكرا لي الجميلة نيلي كريم. شكرا يا رشا. وانا حقيقي بتأسف. لا خالص يعني. دريم بيتك يا نيلي، دريم بيتك، وتشرفينا في اي وقت لما تكوني انت منورانا على شاشه دريم، ده يبقى شرف لي. اشكرك. شكرا لنيلي كريم. ناخد فاصل كده ونرجع تاني عشان الناس، انا متاكده زي انا اصلا بتاعت دراما يعني، بقعد اتفرج كده في فينيا زيي بتتفرج كتير. ناخد فاصل قصير ونعود مره اخرى.